العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر 1973 حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، واستردينا أرضنا الحمد لله، سيناء الغالية علينا كلنا، البقعة الغالية على كل مصري، وهنا يجب الإشارة إلى دور أهالينا في سيناء في معركة استرداد الأرض الغالية. لكن بعد 50 سنة على النصر هنتكلم عن سيناء بين معركتي العبور والتنمية، وهندخل مباشرة في الموضوع ده مع ضيفي اللي بينورني في الاستوديو الدكتور محمد الشواتفي الخبير الاقتصادي واستاذ الاستثمار. دكتور محمد برحب بحضرتك وكل سنه وحضرتك طيب. تحياتي لسيادتك يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيب ومصر طيبه يا رب وفي تنميه واستقرار وتقدم ان شاء الله. بعد 50 سنة سيناء بين معركتين، العبور والتعمير والتنميه. مبدئيا كده يعني ايه تعمير سيناء؟ تعمير سيناء معناها تهيئه الارض لاستقبال الانسان. بمعنى ان احنا بنعمر الارض، نزرعها ونحط فيها طاقه ونحط فيها بنيه تحتيه عشان تجذب استثمار، عشان يكون هذه الارض تضاف الى الارض المصريه بمعايير تنمويه جديده وفكر جديد ورؤيه جديده. وبالتالي في هذه الحاله الدوله المصريه عندما اخذت من العبور في 73 الى التنميه والتنميه في ما بعد 2014 هناك مراحل مختلفه مرت بها سيناء، لان سيناء في حد ذاتها هي نقطه جوهريه عند كل مصري وعند الاداره المصريه ايا كان في هذه الحاله، لان نكسه 67 كانت عدوان على الارض المصريه او عدوان على الدوله المصريه ومؤامره على القياده المصريه. عدوان على الدوله المصريه لانها كانت حققت تنميه في عام 66 بمعدل 6%، وكان هناك تقدم كبير ومركز صناعي كبير، وبالتالي تنمية حقيقية في الدولة المصرية، فكان لابد من إجهاض هذه التنمية، وبالتالي كان عدوان 67. مؤامرة على الرئيس نفس المشكلة، بأن قيادة مصر دائما عندما يكون لها قيادة محورية هناك من لا يرى أن تكون هذه القيادة موجودة فيحدث هناك مؤامرة، ومن هنا كانت 67 تعد مؤامرة و عدوانا. مؤامره على القياده وعدوان على الدوله. في نفس الوقت كمان 73 بدات هنا تحويل الانكسار الى انتصار وتحويل الهزيمه الى نصر. فكان لابد في هذه الحاله ان تكون هناك اولويات للدوله المصريه. سيناء معروف كده عندنا انها عباره عن نقطه شائكه في الدولة المصرية، اللي هي دايما بتبقى باعتبار انها مجاورة للعدو الاسرائيلي او الدولة الاسرائيلية، وهي الجبهة الشرقية اللي بيجي منها كل اعتداء. بهنا كان لازم الدولة المصرية تحط مجموعة من الاستراتيجيات، وهذه الاستراتيجيات كانت مرتبطة بالتنمية. كيف يمكن ذلك؟ كان هذا من خلال البناء، هو تم على مرحلتين التنمية بعد استرداد الأرض في 73. وبصراحة أنا يعني عجبنا قوي العنوان اللي حضرتك قلته، هي مؤامرة على القائد وعدوان على الدولة. بعد نجاحنا في استرداد الأرض، عفوا ألف سلامة يا فندم، بدأت فكرة التعمير والتنمية على عدة محاور. شفنا المرحلة الأولى وكان في تنمية بشكل معين، ودلوقتي احنا بنتكلم مثلا في آخر 10 سنين تنمية بشكل آخر. التنمية كانت في الفترة الأولى كانت عبارة عن جزر منعزلة، بمعنى أنها كانت عبارة عن مناطق مختلفة، وكان جهود متناثرة، وكان خروج من الدولة نتيجة ظروف اقتصادية، لأن بعد الحرب طبعا الدولة طلع من الحرب والحرب الجديدة عليها بالضبط. فكان هنا التنمية واخدة مجالات معينة زي السياحة زي الاستثمار الزراعي زي غيره، لكن التنمية ما بعد 2014 لها رؤية تانية، بمعنى أن كان هناك إرهاب فلابد أن تنتهي قضية الإرهاب الأول والتنمية، وكيف يمكن أن نجذب المواطن السيناوي ليتعامل ويكون نكمل دوره ونقدر نتعامل معه.
فهذه التنمية بقى ما بعد 2014 أخذت مجموعة من محاور. المحور الأول وهو محور بناء الإنسان. طيب احنا بالمناسبة احنا معنا مداخل مع المهندس ناجي إبراهيم رئيس جهاز تعمير سيناء، بنجهز للمداخلة دي، لكن حضرتك هنبدأ نتكلم بقى عما تم بعد 2014. 2014 هنا كان الدولة سيناء كان فيها إرهاب كتير، فكان لابد أننا نقضي على الإرهاب وفي نفس الوقت تحقق تنمية. استطاعت الدولة خلال السنوات الماضية أنها تقضي على الإرهاب، والنهاردة لا يوجد إرهاب في أرض سيناء، أو تم الإعلان رسميا على نهاية الإرهاب في أرض سيناء. لكن التنمية في داخل الأرض الأرض السيناوية تمت من خلال عدة محاور. المحور الأول، هذه الأرض لابد أن أنا أربطها بالدولة من خلال، لأن كان فيه العازل المائي، فهنا تم من خلال إنشاء محاور أنفاق ستة، وفي نفس الوقت كمان كباري سبعة. الأنفاق الستة والكباري السبعة هنا عشان يحدث سهولة تدفق المواطن المصري ما بين شطي القناة، شرق وغرب القناة، وبالتالي هنا يبدأ يكون ليه. لأن الهدف من تنمية سيناء هو هدف استراتيجي، بمعنى أن التقارير عندنا قالت لنا أن هناك فائض سكاني في الدولة في المعمورة أكثر من 50 مليون نسمة، ده في 2004. النهارده عندنا 70 مليون نسمة. إذن في هذه الحالة لابد أن تمتد يد العمران إلى كل مساحة أرض مصر، وده يفسر ليه التنمية راحت سيناء، وليه التنمية بتروح الصعيد، وليه التنمية الوادي، وليه في مرسى مطروح. النهارده ده عشان أمتص الفائض السكاني. إذن تصبح سيناء في هذه الحالة ضرورة قومية، والتنمية فيها ضرورة قومية بجانب الأمن القومي، فهي ضرورة قومية للأمن الاقتصادي، للأمن القومي والأمن الاقتصادي. طيب احنا المداخلة جاهزة معانا، اسمح لي نروح للمهندس ناجي إبراهيم رئيس جهاز تعمير سيناء. باشمهندس برحب بحضرتك معانا في التاسعة، وكل سنة حضرتك طيب. كل سنة وانتم طيبين ومصر كلها بخير بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر. بعد 50 سنة بنتكلم، وحضرتك طيب يا فندم، بنتكلم بعد 50 سنة عن تعمير سيناء، وتحديدا الفترة الأخيرة اللي هي التنمية بشكل أوسع. تمام يا فندم. التنمية طبعا بشكل أوسع وشكل أعمق، وان القياده السياسيه بقى بتبص لتنميه سيناء لحمايتها، لان تنميه سيناء وتعميرها هي اولويه اولى لحمايه سيناء لملء الفراغ الجغرافي، حتى لا تترك مطمع لاي معتدي غاشم او اي جماعات ارهابيه كانت بتستغل الفراغ الجغرافي. فامتدت لها نظره التنميه كبعد للامن القومي لسيناء، حيث ان دي مدخل مصر طبعا من الناحيه الشرقيه، وطبعا سيناء كلها ارض الخير. امتدت لها التنميه من اول القناه حتى الحدود الشرقيه، من بدايه من عمل الانفاق اللي سبق الست انفاق، وايضا اللي سهلت المرور من والى سيناء، وايضا التنميه اللي في جميع المشروعات سواء تنميه عملاقه من 2014 حتى تاريخه، شهدت سيناء تنميه في جميع المجالات والمرافق والبنيه التحتيه والطرق والكهرباء والاسكان، بفتره يعني اللي اتعمل فيها تجاوز 600 مليار جنيه، وده حاجة لم تتم فيها منذ أكثر من 60 سنة. فسيناء يا فندم على خريطة التنمية، والقيادة السياسية بتنظر ليها زي ما قلت لحضرتك، أن تنمية سيناء لحمايتها وتنميتها وتعميرها لتصبح إن شاء الله هي سلة الغذاء، وتصبح نستفيد كل من الثروات المعدنية اللي جواها وموقعها الجغرافي المميز، سواء نستفيد بها سياحيا، سواء نستفيد بها من الصناعيا، سواء نستفيد بها من كل الخامات الموجودة فيها والثروات الموجودة فيها لتعود على مصر بالخير. يعني سيناء يعني مش هتبقى بس للمواطن السيناوي، المواطن المصري بوجه عام. سيناء يا فندم للمواطن المصري بوجه عام. إن لو شفنا المشروعات اللي اتعملت فيها من الطرق العملاقة لمشروعات الكهرباء لتجمعات التنموية الزراعية اللي سيادة الرئيس افتتح المرحلة الأولى منها وتم عملها ب 17 تجمع تنموي سواء في شمال سيناء أو وسط سيناء أو جنوبها، اللي هي اللي فيها بيت على مساحة 200 متر والبيت مجهز ومشطب وقابل للتعلية دور آخر، وخمس أفدنة مستصلحة واصل ليها المية، والتجمع به كل الخدمات المطلوبة من مدارس ووحدات صحية ومراكز شباب ونوادي، كل ده والمحلات التجارية اللي بحيث تكون وتتمدد لها كل المرافق والخدمات. مجتمع عمراني مجتمع عمراني متكامل، ده في شمال سيناء يا باشمهندس. ده شمال ووسط وجنوب سيناء. تحديدا شمال سيناء بقى، لأن هو المنطقة دي يعني تعرضت لما تعرضت ليه الفترة اللي فاتت كلها.
شمال سيناء، ايه اهم المشروعات اللي تمت دلوقتي على ارض الواقع في شمال سيناء؟ شمال سيناء يا فندم زي ما قلت لحضرتك امتدت لها التنميه منذ 2014، كانت القوات المسلحه بتحارب الارهاب، وايضا لم تقف عجله التنميه في شمال سيناء، فانت عمل فيها شبكات مياه. لو قلنا شمال سيناء لوحديها فيها شبكه مياه تجاوزت المليار جنيه، اتعملت فيها محطات التحليه، فيها محطه عملاقه 300,000 متر مكعب يوم، اتعملت في العريش وديت عشان توصل الميه للشيخ زويد ورفح والعريش وايضا الوسط. اشتغلت المرحله الاولى منها في احتفالات اكتوبر السنه دي اللي هي 100,000 متر مكعب، وشغالين في المرحلتين التانيين بحيث باذن الله يقضى تماما على مشكله الميه باذن الله. ايضا الطرق العملاقه اللي اتعملت فيها، لو بصينا للاسكان فيها الاسكان الاجتماعي، الاسكان التعاوني، الاسكان الاقتصادي، الاسكان البدوي، تم نهوه بالكامل. جهاز التعمير يا فندم اللي بشرف ان انا بشتغل فيه، جهاز تعمير سينا يا فندم منذ انشئ وكان شغال في المرافق، دلوقتي شغال في التنميه المتكامله لاهالي سينا. ان شاء الله مكملين. باشمهندس ناجي ابراهيم رئيس جهاز تعمير سينا، انا بشكر حضرتك جدا لوجودك معانا. هرجع لحضرتك دكتور الشواتفي، وكنا بنتكلم قبل المداخله عن الامن القومي والامن الاقتصادي والامن الغذائي. فكانت سيناء في هذه الحاله تعتبر يعني رؤيه الدوله لسيناء هي امن قومي وامن اقتصادي. امن قومي بمعناها حمايه الدوله من اي اعتداء في اي حد او اي حد يقدر تسول له نفسه الاعتداء على الدوله المصريه، ومن هنا تاتي فلسفه تعمير سيناء. الفلسفه هنا لازم يكون هناك بناء الانسان اول حاجه، بعد ما ربطت الارض شطري القناه سيناء والوادي ببعضهم، بدا هنا لازم تبني الهدف انك تكون تقيم مشروعات وتبني مجتمعات عمرانيه جديده. يبقى لابد ان يكون الخطوه الثانيه هي بناء بنيه تحتيه قويه. البنيه التحتيه القويه دي عباره عن الطرق والكهرباء وكل ادوات التنميه. استطاعت الدوله المصريه انها تبني حوالي 3000 كيلو متر في سيناء. هذه 3000 كيلو متر معنى ذلك ان هناك شبكه قويه من الطرق الموجوده. في نفس الوقت كمان سيناء بيها حوالي 8 مواني. 8 مواني هنا لابد من ضخمة. 8 مواني هنا ليه؟ لان في هذه الحاله وفق الرؤيه المعاصره ووفق وموقع الاستراتيجي للدوله المصريه، فسيناء هنا في هذه الحاله تعتبر عنصر ربط ما بين الدوله المصريه وبين الخليج من ناحيه واوروبا من ناحيه ثانيه. فضلا عن ذلك ان ما تنساش ان هناك منطقه قناه السويس. منطقة قناة السويس هنا بتبقى محور يبقى لابد هنا ننتقل للمحور الثالث وهو بناء الإنسان. تم في هذه الحالة بناء 8 جامعات خلال السنوات العشر الماضية في سيناء، زائد أكثر من 120 مدرسة. كل ده بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا إن سيناء دايما نقطة عزيزة على كل المصريين. وطبعا أنا عارف وقت حضرتك قفز وانتهينا، فعايزين نقول هنا إن سيناء دايما في وجدان المصريين، وهي رؤية أساسية للدولة المصرية قيادة وشعبا، رؤية أساسية للتنمية. وأعتقد أنها في هذه الفترة تحظى باهتمام الدولة والرئيس. ده واضح جدا والشعب. أنا بعتذر جدا لمؤاخذة حضرتك، يمكن الفقرة كانت ضيقة، لكن أكيد سلطنا الضوء على نقطة مهمة جدا فيما يتعلق بتنمية وتعمير سيناء بالشكل اللي احنا بنتابعه دايما وبنتابعه النهاردة مع حضرتك مع ضيفنا اللي كان مشرفنا في مداخلة. أنا بشكر حضرتك جدا، سامحني على ضيق الوقت دكتور محمد الشواتفي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاستثمار. أنا بشكر حضراتكم مشاهدينا، انتهت حلقتنا، وإن شاء الله إذا كان فينا لنا عمر نلتقي غدا في حلقة جديدة من التاسعة واستكمال لاحتفالاتنا كلنا كمصريين بانتصارات أكتوبر والذكرى 50 اليوبيل الذهبي، وتصبحوا على ألف خير.